ننتقل مع حضرتك وأستاذ المشاهدين لأحد مقالات الرأي، وهو استمرار لما نتحدث فيه الآن. ننتقل مع حضراتكم لمقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان معك نكمل المشوار. وقالت: أتمنى لو يلبي الرئيس السيسي النداء ويعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة. أتمنى أن يكمل ما بدأناه معا شعبا ورئيسا، من إنجازات غير مسبوقة غيرت وجه مصر، إنجازات طالما كنا نحلم ولو بتحقيق جزء منها، لكنها خلال فترة قصيرة أصبحت واقعا نتباهى به. مع الرئيس السيسي كانت مصر دائما آمنة، تخلصت من هجمة الإرهاب الشرسة التي عانينا منها لسنوات، وأصبحت بلدنا قبلة للسياح يتجولون فيها آمنين. نعم، تحملنا وصبرنا لكي تصبح مصر أحلى بلد في الدنيا، تحملنا ظروف خارجة عن إرادتنا من أزمة اقتصادية أثرت على العالم كله بما فيها مصر التي خرجت من ثورة وبدأت بناء الدولة الحديثة، تحملنا كورونا التي انهارت لها اقتصاديات دول كبرى، تحملنا أزمات الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف خطوط الإمداد ونقص المواد الغذائية. رغم هذا كله لم نشعر بنقص سلعة أو اختفائها من الأسواق. لدينا رئيس ينجز وشعب ينحاز لرئيسه وينجز معه. إنجازات الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، سواء في مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة بكل مؤسساتها، أو في مجال الحرب على الإرهاب الذي يحاول تدميرنا بكل شراسة، ولكن النصر دائما حليفنا مع قائد وجيش يحارب بكل شجاعة ولا يترك أي مجال لقوى الشر. الشعب بقيادة الرئيس تحدى الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي واجهت المنطقة كلها منذ عام 2011. استطعنا بقيادة الرئيس السيسي كسر وهزيمة المخططات والمؤامرات التي خططت للفوضى الخلاقة، كما أطلقت عليها كوندليزا رايس. الحمد لله كان الجميع يدا واحدة نحارب معا، نبني وننمي معا، ومعا استطعنا أن نجتاز الأزمات، وبنينا وارتفع البناء مدن على أحدث طراز، عمل ونماء في كل شبر على أرض مصر. بدأت بقناة السويس الجديدة، وكانت النتيجة 30 مدينة جديدة حديثة، منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين، وأربعة ملايين فدان تم إضافتها للرقعة الزراعية ومحطة الضبع النووية وحقل ظهر، مشروعات إسكان بكافة المحافظات، مستشفيات جديدة، مبادرة 100 مليون صحة، برنامج تكافل وكرامة، المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، تحركات في كل اتجاه ومشروعات لا تتوقف، إعادة تأهيل ووضع أساس مصر الجديدة، وقفزات هائلة في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وآلاف المشروعات الجديدة التي يصعب حصرها، فيما يشبه الإعجاز من طرق وكباري غيرت وجه مصر. معا بدأنا ومعا سنكمل البناء ونحقق كل أحلامنا بقيادة رئيسنا عبد الفتاح السيسي. دكتور بشير، لعل يعني مقال الكاتبة الصحفية الأستاذ إلهام أبو الفتح لخصت ما تم وكيف كنا وأين أصبحنا الآن، والسؤال المهم إلى أين نتجه وكيف يمكن البناء على ما تم من إنجازات خلال السنوات الماضية. أجمل شيء لاستمرار مسيرة الإنجاز والعطاء النقد الذاتي. النقد الذاتي بمعنى أنه أنا ماشي بتقدم رائع جدا جدا، بعمل إنجازات هايلة جدا جدا، لكن مهم قوي أني أستمع لكل رأي، مهم قوي أن أنا أقف وأعمل مراجعة وحاسب نفسي. يعني ممكن مثلا كاف الحساب اللي أنا وصفته بالمؤتمر اللي المعمول ده حكاية وطن، أني بعمل كشف حساب زي بالظبط كده احتفالات أكتوبر لما كنا نعمل الندوة الاستراتيجية للقوات المسلحة ونقعد نشوف. طب في أكتوبر عملنا طبعا حرب أكتوبر بتدرس في كل الأكاديميات العسكرية، وانتصار مؤزر على إسرائيل وصدمة بكل المقاييس وصفعة لعدونا في الوقت ده. لكن كل ما ندرس حرب أكتوبر نشوف إيه اللي كان ممكن يبقى أفضل، الثغرة كان ممكن ما تحصلش إزاي، طيب ممكن نتجنب الموضوع ده إزاي، فده رائع.
النقد الذاتي بيساعدنا على استكمال مسيرة التنمية بأقل أخطاء ممكنة. لأن احنا كنا ماشيين بوتيرة سريعة جدا. يعني أنا عارف إن الرئيس كان بيفكر إزاي، عاوز يعمل كل حاجة، كل حاجة في كل المجالات في وقت قياسي جدا جدا جدا. طبعا احنا لا نشكك في وطنية، لا نشكك في نزاهة، لا نشكك في حب للوطن، وعارفين إن الراجل ده ما بينامش، وعارفين إن الراجل ده البلد في قلبه وفي عقله وطول الوقت وبيشتغل بكل إخلاص، واحنا معاه وبندعمه وعاوزينه ينجح، لأن احنا ما عندناش بدائل أخرى. احنا كل الهدف هذا البلد يكون في الموضع اللي يستحقه. لكن النقد الذاتي الإيجابيات بتاعته إن بتساعدنا على تجنب أي أخطاء، تقليل الخسائر قدر المستطاع، واستمرار الإنجازات بنجاح، وتسد كل الثغرات اللي بيتسلل منها أعداء الوطن أو المغرضين. زي ما حضرتك دايما دكتور بشير بتشير إن على أرضية وطنية. طب بالظبط. أنا بشكر حضرتك طبعا على الإشارة دي، لأنه النقد الذاتي معناه إيه؟ إن أنا وطني مصري مخلص عايز البلد دي في أحسن صورة، عايزها في أحسن صورة، وفي نفس الوقت أنا داعم لكل التحركات اللي بتحصل. يعني أنا مع، أنا مش ضد، أنا جوه، أنا بتحرك وبدعم وكل حاجة، بس ما عندناش مانع أبدا أن كل رأي وطني مخلص عاوز الأفضل نستمع إليه ونسترشد بيه. وبرضو فكرة التغيير دائما، أن احنا نغير، نغير في السياسات، نغير في الأسلوب، نغير في الأشخاص، ما دام الهدف واحد وإحنا بالضبط. أنا هدفي إن زي بالضبط كده لما نكون بنلعب في ماتش كورة واللاعب ده كويس جدا جدا وأداؤه رائع، بس جه في مرحلة معينة ولأسباب مثلا إن هو الأداء بدأ يتراجع، إن هو تعب، إن هو بدأ مجهد، أجيب حد تاني بنفس الكفاءة علشان يكمل. هو ده. فإحنا فكرة النقد الذاتي نستمع لكل الآراء الوطنية اللي بتنشد الخير لهذا البلد، وفي نفس الوقت فكرة التغيير، جربت السياسة دي ما جابتش نتيجة أغير سياسة تانية، أستمع لرأي آخر، ده هيبقى شيء بالنسبة لي رائع يضمن استمرارية واستدامة النجاح. لأنه العالم النهاردة بيتكلم عن فكرة الاستدامة، أنا أقدر أعمل شيء معين لكن إزاي يكون في استدامة وحافظ عليه لأطول مدى زمني ممكن. أعتقد إن وقفة للمراجعة، مراجعة الحسابات، النقد الذاتي، الاستماع إلى كل الآراء، فكرة تغيير الشخصيات، السياسات، كل ده هيبقى أمر مهم جدا. والرئيس أشار للتغيير بالمناسبة، واعتبر إن الانتخابات فرصة للتغيير، وأنا بعتبر ده يعني روح رياضية عالية جدا جدا، وثقة بالنفس، وثقة في الناس، وثقة في العملية السياسية. عندنا هيئة وطنية للانتخابات نثق فيها وندعمها، وبدأت تاخد خطوات رائعة لتهيئة المناخ لانتخابات أفضل. فبنقول للشعب المصري تحملت الكثير، ودي سمات الشعب المصري وطنية. كان دايما بطل، البطل مزبوط. الحقيقي في كل شيء. والمناسبة الرئيس دايما كان بيشير لده، إن ما كانش ممكن تتحقق كل الإنجازات دي لولا مواطن صبور وطني عنده ثقة في قيادته بيلتف حول قيادته. فتحية للجميع قيادة وشعبا، ودايما مصر إلى الأمام إن شاء الله. يا رب إن شاء الله دكتور بشير، وإحنا بنثق إن شاء الله إن مصر تستحق دايما مستقبل أفضل، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل الخير لبلدنا في الأيام القادمة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، ضيفي الكريم الكاتب الصحفي والباحث السياسي دكتور بشير عبد الفتاح، على كل هذه القراءة التحليلية اللي دايما على أرضية وطنية أيضا. شكرا.